ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يشتكي سكان حي السوان بمدينة طنجة من الفوضى التي يتسبب فيها عدد من المراهقين والفتيان الطائشين بمحيط مدرسة ابن خلدون، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال والتلاميذ والسيارات التي تكون مركونة هناك. وأظهر فيديو صوره أحد المواطنين قيام بعض المراهقين بالرشق بالحجارة والضرب بالهراوات في الشارع العام، مما كاد أن يؤدي إلى إصابة سيارات وممتلكات المواطنين. ويطالب السكان بدور دوريات أمنية خصيصا لإيقاف هذه الفوضى ومتابعة كل من يتورط في إحداثها حتى لا تتحول إلى ظاهرة قد تؤدي إلى إصابات وعاهات مستديمة وخسائر مادية وبشرية. وقال بعض سكان الحي أن أمر هذه الفوضى يتكرر، وهو ما يتطلب تدخلا أمنيا عاجلا لمحاربته.